لماذا الإدارة الأمريكية تستفز الصين عن طريق تايوان من خلال هذه الزيارات التي تعلم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مزعجة للصينيين؟ والولايات المتحدة يعني كما تعلم رسميا لا تعترف بتايوان كدولة، هذا أمر حقيقي، وخاصة أن العالم الآن لا زال في حرب، لا زلنا في حرب في أوكرانيا كبيرة للغاية مستمرة، أيضا إيران تقترب من القنبلة النووية، تحالفات جديدة. لماذا هذا الاستفزاز للصين؟ ما الهدف؟ ما الغرض؟ Well, Washington certainly حسنا، sees a واشنطن ترى الصين متصاعدة، تنظر إلى الصين متصاعدة كتهديد. الصين أصبحت قوية من ناحية الجيوسياسية في عالم أصبح متعدد القوى يوم بعد يوم، ومن منظور أمريكي الدعم القوي لتايوان يبدو كطريقة وكأنه وضع علامة صح على الصين في هذا السياق، في السياق الذي يشمل العديد من القلق والهموم التي تحملها أمريكا. هذه الرسالة بدعم تايوان هذه المرة. هل الولايات المتحدة الأمريكية بتقديرك يعني تريد الاعتراف بتايوان مرة أخرى؟ يعني استراتيجيا هي لماذا تنظر لهذه المسألة بهذا الشكل؟ كما تعلم نانسي بيلوسي قبل 8 أشهر زارت تايوان، الآن الرئيسة التايوانية زارت كاليفورنيا وقامت بلقاءات مهمة مع رئيس مجلس النواب الأمريكي الحالي و17 أيضا من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري. يعني ما الذي تخطط له الولايات المتحدة الأمريكية، ولماذا الآن، خاصة أن الصين يعني لم تكن تفكر بأي شيء ولكن الآن بدأت تصعد، لماذا بهذا التوقيت؟ That's a great question. ذلك سؤال رائع. أعتقد أن الصين وهي تصبح أكثر قوة في العالم، هناك إحساسا هنا في واشنطن أن الصين ستكون جريئة جدا وواثقة جدا وتحاول أن تستولي على تايوان بالقوة، والولايات المتحدة لا تريد أن ترى تايوان وهي تهدد أو يتم تخويفها الآن، والولايات المتحدة تريد أن تعطي إشارة إلى أن هناك دعما قويا إلى تايباي، وكذلك أن تعطي إشارة أن هذه الجزيرة ستبقى منفصلة عن بكين وستستمر بالحصول على مثل هذا الدعم من الولايات المتحدة. وواضح جدا أن هذه الجزيرة ألا وهي تايوان تجد نفسها معلقة بمثل هذه العلامة للحرب الجيوسياسية التي تقع بين الصين والولايات المتحدة.